بعد خروج دول التحالف عن الأهداف المعلنة وتعطيل العمل العسكري على الأرض، هل لدى الشرعية تصور لما بعد ذلك؟ وما هي ترتيبات الشرعية لامتلاك قرارها وسد فراغ التحالف عسكرياً؟ أهلا بكم. 4 سنوات منذ الإعلان عن التحالف، لم يعد بوسع الشرعية الآن ولا التحالف إعادة بناء العلاقة بينهما على أساس من الشراكة والندية والمصالح المشتركة. يخسر اليمنيون بلدهم بمزيد من الضحايا والخسائر الاقتصادية. يتساءل اليمنيون كيف يمكن استعادة دولتهم من سلطات الانقلاب وانتهازية السعودية والإمارات؟ هل يمكن للتحالف العودة إلى التزامه واستئناف عملية التحرير؟ أم أنه لم يعد هناك خطاً للعودة وبات على الشرعية البحث عن خلاص بمعزل عن التحالف؟ ما الذي ستفعله الحكومة الشرعية في مرحلة ما بعد التحالف؟ أم أن الشرعية التي وضعت كل بيضها في سلة التحالف لا تزال عاجزة عن التحرك بمفردها؟ تساؤلات تلقي بظلالها على مستقبل بلد تتناوشه الحرب منذ الاجتياح والانقلاب على كل شيء، بدءا بالشرعية والدولة وصولا إلى الهوية الوطنية والتعددية السياسية والتوافق الوطني. 4 أعوام إلا قليلا منذ انطلاق عاصفة الحزم لاستعادة الشرعية اليمنية وإسقاط الانقلاب، لكن أيا من ذلك لم يتحقق، فهل عجز التحالف في إتمام مهمته أم أنه لا يريد؟ اليمنيون يرون أن هذه الحرب لا أفق لها، ففي الوقت الذي كانت الأنظار تتجه نحو العاصمة المؤقتة عدن والمناطق المحررة لاحتضان نواة مشروع الدولة الاتحادية، سرعان ما تحولت المدينة إلى مسرح للفوضى والجريمة المنظمة وبيئة طاردة للشرعية والنضال الوطني، وبدأ عقد الشراكة ينفرط. لقد تحولت المناطق المحررة إلى مدن مستباحة، اغتيالات وسجون سرية وخوف، وباتت اليوم محكومة بالفوضى المسلحة والعبث، فيما مضى التحالف في درب آخر غير درب التحرير، درب المستعمر، وبرزت مطامعه فوق كل الحسابات. فما هي خيارات الشرعية أمام كل ما يحدث؟ ففي ظل استمرار سيطرة الانقلاب على العاصمة صنعاء وميناء الحديدة وعدد من المحافظات اليمنية، تستمر مطحنة الحرب فوق رؤوس اليمنيين دون نوايا حقيقية لحسمها، فيما بات التحالف يخوض معركته ضد الشرعية ذاتها ويمارس سطوة قاتلة بحق اليمنيين ودولتهم. ولم تعد تخفى الأطماع السعودية في المهر على أحد، وباتت جرائم الإمارات في اليمن في صدارة الإعلام الدولي. الآن نحن السعودية تفرض أمر واقع، ولهذا الشعب سيرفض، ولن يكون هناك بناء ميناء، ولن يمد نفط بيب نفط إلا بعد ما نموت، إلا عندما تكون الدولة اليمنية بمؤسساتها الرئاسية والتشريعية يعني والسيادة على الأراضي اليمنية، ممكن في هذا الحالة أن تكون هناك اتفاقات من هذا النوع، لأن هذه اتفاقات سيادية. لابد من يكون مؤسسة رئاسية منتخبة، لابد أن يكون مجلس النواب، ونحن المصالح السعودية نحن مش ضدها، نحن نقدر ومستعدين نستوعب المصالح السعودية، بس كل شيء يكون باتفاق مش بهذه الطريقة. يعني يتساءل مراقبون إذا ما كان على الشرعية أن تجري ترتيباتها العسكرية لسد الفراغات التي ستنتج في حال قرر التحالف إنهاء تدخله وأوقف نشاطه العسكري على الأرض، لتمتلك الشرعية قرارها في خوض معركة اليمنيين وإسقاط الانقلاب، أم أنها ستمضي لتسليم ما تبقى من البلاد لإدارة وهيمنة التحالف. في الاتجاه المقابل لم يعد خافيا الصراعات الخليجية وتأثيراتها على مسار الأزمة اليمنية، بل والتحولات المتوقعة التي ستشهدها المنطقة، خصوصا مع تنامي العداء الدولي للنظام السعودي الذي أثقل كاهل القضية اليمنية أمام العالم. يرتفع منسوب المخاطر المحيطة بالشرعية والملف اليمني كلما تأخر وقت اتخاذ القرار، لكن الشرعية كما تفيد كل الشواهد لم تفكر في اتخاذ خيار الانتصار لسيادة البلد وإعادة وضبط علاقتها بالتحالف لإنقاذ ما يمكن إنقاذه.
إذن مشاهدينا الكرام، في هذه الحلقة سيكون معنا هنا في الاستوديو الدكتور عادل المسني الباحث في العلاقات الدولية، وكذلك سيكون معنا عبر سكايب الأستاذ فؤاد عامر الباحث في القانون من فرنسا، وسينضم معهما عبر الهاتف السيد عبد الهادي العزازي وكيل وزارة الثقافة من عدن. إذن بداية مساء الخير دكتور عادل. أهلا وسهلا. أبدأ معك الحلقة، وعلى ضوء تدخلات دول التحالف في القرار اليمني كما اتضح في الآونة الأخيرة، تعطيل العمل العسكري على الأرض أيضا، ما الذي يمكن يعني للشرعية تصوره لما بعد التحالف، أو هل لديها ما يعني تتصوره ما بعد التحالف؟ في الحقيقة هي فرصة ومنحة يعني كبيرة للشرعية، يجب أن تستغلها وتقتنصها. هذه اللحظة التي تمر بها المملكة العربية السعودية تحديدا جراء هذا الإعصار الدولي نتيجة لخروقاتها الكبيرة سواء في خاشقجي أو اليمن، يعني المجتمع الدولي يربط دائما القضية اليمنية والإخفاقات والانتهاكات الواسعة في اليمن بقضية أيضا خاشقجي، وبالتالي هناك يعني استياء عالمي نتيجة لهذه السياسات في اليمن. وبالتالي أعتقد أنه دور بن سلمان ونفوذه داخل الإنعاش لن يعود ولن يخرج معافى على الإطلاق، لا شك سيخرج مخلوعا أو مشلولا، وبالتالي هذا سينعكس وسيكون له تداعيات كبيرة جدا على الشأن اليمني. إذا اعتبرنا أن الشرعية مضغوطة بشكل كبير، انكماش الشرعية جاء لضغط أيضا الدول التحالف وانتفاخ الميليشيات في الشمال أو في الساحل الجنوبية نتيجة لهذا الضغط الكبير وهذا الفراغ الذي أحدث. التفريغ في الحقيقة ليس هناك فراغ، هناك شرعية لها الحق، لها المرجعيات، ولديها حاضنة واسعة ومقاومة وجيش وطني ضارب أيضا في الجبهات، لكن هناك عمل ممنهج من دول التحالف لتفريغ أيضا دور الشرعية وإلغاء دورها. نعم، يعني أنت تحدثني الآن أن على الشرعية أن تستفيد من الظروف الموجودة، ولكن يعني سؤالي كان هل لدى الشرعية تصور لما بعد التحالف؟ يعني الآن بعد تعطيل العمل العسكري، إذا افترضنا توقف التحالف، هل من خلال عمل الحكومة طوال هذه الفترة تجد أن لديها تصور حقيقي للعمل على الأرض دون التحالف؟ في الحقيقة الحكومة تعاملت بحصافة كثيرة يعني عالية، وكان خطابها رصين مع كل المحطات التي مرت بها مع التحالف. كان هناك انتهاك خطير، كان هناك احتلال لكبير يعني جزء كبير من الأرض اليمنية، مصادرة أيضا للقرار السياسي لليمن، وانقلاب أيضا حدث ضد الشرعية، وفي كل هذه المحطات كانت الشرعية تتعامل بمسؤولية كبيرة، وهذا ما يشجعها الآن على أيضا اقتناص هذه اللحظة، بمعنى أنها علاقتها ليست عدائية بالكامل أو عنفية مع التحالف، أبقت على شعرة معاوية رغم كل هذه الانتهاكات الكبيرة في حقها، وهذا أيضا يشجع، خاصة وأن دور التحالف سيتراجع حتما في اليمن. ارتخت قضوة بن سلمان، وهذا سيكون قلنا له تداعيات كبيرة على الشأن اليمني، بمعنى أن دور التحالف لن يكون كما كان قبل خاشقجي، وهذه الفرصة التي ستمنح للشرعية. بلا شك أن ارتفاع هذه الضغوط التي كبلت وعاقت الشرعية سيكون مكسب كبير، هو بذاته مكسب كبير للشرعية، ستستطيع أن تتنفس وتستطيع أن تمارس دورها في اليمن، خاصة وأن لها قلنا مرجعيات ولها حاضنة ولديها مقاومة ولديها أيضا أدوات موجودة على الأرض. فقط كل من عطل هذه الأدوات هي قبضة التحالف وضغط التحالف الكبير. ارتفاع هذه اليد وارتفاع هذه الضغوط ستجعل الشرعية تعود إلى سابق عهدها، وستملأ الفراغ الذي يعني كان بجراء هذا العمل. هذا أيضا مكسب كبير، والمطلوب أيضا من الشرعية أن تضع أيضا التصور ورؤية أيضا لما بعد التحالف، بمعنى أن تحدث تعديلات تغييرات في بنية الجيش بحيث أنه يستطيع أيضا يتلائم مع المعطيات الجديدة على الأرض. هذا من جانب. الآن أيضا هناك حدث مهم ومؤشر كبير في تغيير الحكومة، رئيس الحكومة، وهذا أيضا مطلوب من الحكومة أن تتعامل بشفافية كبيرة جدا في اختيار أيضا الوزراء وأيضا الشخصيات الجديدة، بحيث تكون تكنوقراط، تكون مقنعة للداخل وأيضا للتحالف. التحالف بحاجة لدولة قوية، لن يستطيع أيضا الاعتماد على هذه الأدوات مع هذه التغيرات الكبيرة، مع هذا الإعصار الدولي الذي يعصف أيضا بدور بن سلمان، وأيضا سيلقي بظلاله أيضا على أيضا دور الإمارات. وأعتقد أن كل هذه الزوائد الموجودة على الأرض ستموت بمجرد ارتفاع قبضة التحالف من اليمن. نعم، إذا اسمح لنا أن يعني نشرك في حوارنا هذا الأستاذ فؤاد عامر. مساء الخير أستاذ فؤاد.
مساء النور، أهلا بك وبضيفك أستاذ هاشم. أهلا بك أستاذ فؤاد، ومن خلال ما كتبت من مقالة ربما آخرها تحدثت عن ضرورة إعادة ضبط بوصلة الشرعية للتعاطي مع الحرب في اليمن، هل يمكن ذلك أو كيف يمكنها ذلك أستاذ فؤاد؟ يعني خاصة يعني باعتبار هذه الحرب نضالا وطنيا ضد الإمامة والانقلاب ومطلب شعبي أكثر من يعني رغبة سعودية أو حرب بالوكالة. نعم، هو ليس المقصود أنه لا يمكنها ذلك، بل يجب عليها أن تقوم بذلك. يعني نحن الآن إزاء واقع جديد على المستوى في واقع العلاقات الدولية، إزاء المنطقة وإزاء دولة محورية مثل المملكة العربية السعودية هي التي كانت الفاعل الرئيسي في الملف اليمني سياسيا وعسكريا وإنسانيا. هناك تغير كبير، هناك حالة من رفع الغطاء الدولي سياسيا وحقوقيا قبل ذلك في مجلس حقوق الإنسان قبل شهر، وأيضا يعني تداعيات التطورات التي حاصلة الآن في داخل الكونغرس الأمريكي والضغط على ترامب، كلها هناك يعني نلاحظ أن لغة الخطاب الأمريكي يعني الإعلام الأمريكي تغير بنسبة 180 درجة من حالة التأييد الكامل لولي العهد السعودي وإصلاحاته التي كانت تروج وتشجعه بشكل كبير جدا، هناك الآن انقلب بشكل كبير جدا وبنسبة 180 درجة أصبح ضده بشكل كبير جدا. هناك استحقاق انتخابي، الانتخابات النصفية التي ستأتي بعد أسابيع في داخل الولايات المتحدة الأمريكية، ونلاحظ أن الديمقراطيين هناك توقعت من الديمقراطيين يتعزز موقفهم، والديمقراطيين أيضا سيكونوا لغة خطابهم إذا عندما نلاحظ تصريحاتهم سنجد أنهم يربطون بشكل كبير يعني يركزون بشكل كبير على مسألة الحرب في اليمن وانتقاد ساندرز المرشح الأمريكي السابق حين صرح قبل يومين فيما يتعلق عندما عمل تعليق عندما قام بتعليق في قضية خاشقجي الصحفي خاشقجي، أفرد مساحة كبيرة للمأساة الإنسانية في اليمن وطالب بإعادة دراسة وتقييم شامل للعلاقة مع المملكة العربية السعودية، هذا في الداخل الأمريكي. أيضا أوروبيا نلاحظ أن الدول الأوروبية الرئيسية أعلنت تعليق اتصالاتها السياسية مع المملكة العربية السعودية، وهذا سينعكس أيضا علينا. ألمانيا فرنسا والسعودية اليوم طالبت بأن يكون أدانت بشكل كبير وبلهجة قوية ما حصل في القضية الأخيرة في داخل السعودية من اغتيال خاشقجي، وبالتالي هذه لها انعكاسات. إذن هناك حالة من العزلة الأوروبية أيضا تجاه المملكة العربية السعودية. أمميا أيضا إذا قلنا من ناحية الأممية سنجد أن المجاعة يعني العالم لم يصبر أكثر. نعم، لكن في ظل كل هذه الإشكالات أستاذ فؤاد، نعم في ظل كل هذه الأشكالات يعني أنت تتحدث عنه أنه يجب على الحكومة ذلك، ولكن سؤالي هل يمكنها ذلك فعلا؟ هناك فرق بين ما يجب أو ما يتوجب عليها عمله وما يعني مدى إمكانيتها لفعل ذلك. نعم، يجب على الحكومة اليمنية أن تعتبر هذا ما يجري الآن في الجوار يعني هي ليس من باب المكايدات والمطالبة بالانسحاب الكامل والفوري من داخل اليمن، لكن يجب عليها أن تلتقط اللحظة وأن تقدم لها تصور بحيث يكون الجنتوكين يعني الاثنين رابح برابح، يعني نحن نربح من خلال تصور جديد لتمكين الشرعية في داخل اليمن، وأيضا المملكة العربية السعودية الآن هي بحاجة إلى تخفيف الضغوط الدولية، تخفيف تحسين صورتها دوليا. بدأت عمليا مثلا في مسألة أزمتها مع كندا، بدأت طلبت طلابها السعوديين بالعودة كنوع من تحسين سمعتها دوليا. أيضا في الملف اليمني سيكون اليمن أحد أهم، إذا أرادت القيادة السعودية أيضا أن تقوم بالتصالح وتحسين صورتها أمام العالم، فسيكون الملف اليمني أحد أبرز هذه الملفات من خلال إصلاح الوضع الداخلي في داخل اليمن. لأنه الآن تقارير الأمم المتحدة في الفترة الأخيرة تتحدث عن أنه خلال الفترة القادمة ستخرج بس مشكلة المجاعة في اليمن وأزمتها عن, 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 عن التحكم، وهذا كله قد يقود إلى ضغوط كثيرة بالإضافة إلى الضغوط السعودية كانت لديها المتحدة الأمريكية، هذا الغطاء بدأ ينسحب قليلا قليلا، وبالتالي هناك صعوبات كثيرة. الحكومة اليمنية يجب أن تقوم بإقناع السعودية بهذا الإطار، بأنه من خلال الملف اليمني من خلال إعادة تقييم الوضع في الداخل والملف الإنساني يمكن أن نقدم خدمة كبيرة بتحسين صورة السعودية دوليا، سواء إن بقي ولي العهد الحالي كما هو يعني والذي سيحكم بما عزلة دولية أو لم أو تم تغييره
واذا تغير سيكون هناك ايضا تغيير كبير في العلاقات ايضا، وخصوصا فيما يتعلق بالوقف اليمني. نعم، إذا ابقى معنا أستاذ فؤاد. برأيك دكتور عادل، يعني هل يمكن فعلا يعني أن تستفيد اليمن من كل هذه الضغوطات بتقديم أيضا فرصة للسعودية لتخفيف الضغط الدولي عليها من خلال ملف اليمن، بتقديم رؤية استراتيجية حقيقية لحل في اليمن، وعكس صورة ربما أخف وطأة من التي نقلت للمجتمع الدولي؟ في الحقيقة أتفق معه في كل ما قال. هناك ضغوطات، يعني الضغوط على مستوى الداخل من خلال فشل التحالف في إدارة الملفات مجتمعة في اليمن، سواء الاقتصادي، هناك كارثة إنسانية، تقول التقارير بأن اليمن تشهد أكبر يعني مجاعة في التاريخ، وبالتالي هذا يعني يلقي بظلاله أيضا على دولة التحالف وتحديدا المملكة العربية السعودية. أيضا هناك الانتهاكات، هناك القصف المستمر أيضا وتدمير البنية التحتية بشكل مستمر من قبل التحالف، تعطيل أيضا لدورة الشرعية في اليمن، وإغلاق الممرات البرية والجوية، وجعل اليمن أيضا حبس كبير من خلال الحصار. وبالتالي كل هذه الكوارث الموجودة في الداخل اليمني، هذه ملفات ضغط كبيرة. من قبل أيضا قضية خاشقجي كانت أيضا التقارير ترفع للمجتمع الدولي، وكانت تمارس الدول العالم أيضا ومنظماته أيضا ضغوط بأشكال مختلفة على دول التحالف. الآن الموضوع اختلف بكامله، الآن نحن أمام مرحلة جديدة، يعني المجتمع الدولي هناك ثورة، سمينا ربيع عالمي الآن ضد أيضا التحالف العربي، اعتقد أنه تدخل التحالف في اليمن هو لكبح الربيع اليمني، بالتالي الآن هي رفضت الربيع اليمني، والآن هي تواجه ربيع عالمي نتيجة لهذه الخروقات الكبيرة، ليس فقط في الشأن الداخلي اليمني، أيضا في الداخل السعودي من خلال التعسف في التضييق على الحريات، وأيضا يعني الانقلاب، وعلاقات أيضا مع دول الجوار، وتدخل ايضا في شؤون الدول في سواء في مصر او غيره. وبالتالي الحادثه الاخيره اجت هي القشه التي كسرت ظهر البعير. الان تكون يعني الرؤيه في المجتمع الدولي كله، يجب ان يوقف هذا القمع داخل المملكه العربيه السعوديه، وهذا ايضا ما يشكل ايضا يعني بعد اضافي الى الضغوطات في الداخل اليمني، ايضا ضغوطات في المجتمع الدولي. الان هناك يعني اجماع في كثير من الدول، وهذا الاجماع يتوجه بشكل اعصار قلنا مدمر باتجاه المملكة السعودية، وهذا أيضا ما سيجعل يعني قبضة بن سلمان يعني ليست كذي قبل، وبالتالي هذا يشكل فرصة يعني تاريخية للشرعية أن تتحرك وتملئ هذا الفراغ. المملكة العربية السعودية وبن سلمان سينسحب يعني دوره أيضا ونفوذه في اليمن لن يكون كما كان في السابق، ليس لأن الشرعية ستطالب بذلك أو ستحرك أيضا هذه الملفات في الداخل، ولكن نتيجة لهذه التحولات في المجتمع الدولي. وبالتالي على الشرعية أن تستعد لتلقف هذه اللحظة، عليها أن تستعد أيضا لملء هذا الفراغ الموجود الذي سيوجد في اليمن. هذه هي الفرصة التاريخية، وهذا هو المنعطف الكبير الذي يجب أن تشغله الشرعية. نعم، إذا أنقل هذه الفكرة للأستاذ فؤاد. أستاذ فؤاد، هل تتوقع يعني أن الحكومة الشرعية مستعدة لاقتناص مثل هذه الفرصة أو قادرة على اقتناصها؟ يعني حتى الآن لا نجد أي بصيص أمل يوضح بأن هناك تحرك ما، أن هناك إرادة حقيقية، خاصة وأن اليمنيين الآن يتساءلون كيف يمكن استعادة الدولة من الانقلاب في ظل ما يحدث من التحالف وفي ظل انكسار الشرعية حتى يعني إلى هذا الشأن. نعم، هو الأمل ضعيف جدا خصوصا مع حكومة هذه، يعني في الأخير الحكومة اليمنية يعني من خلال رصد سلوكها السابق ما فيما يتعلق بالعلاقة مع السعودية، يمكن أن تعتبر هي دائرة من دوائر الديوان الملكي في داخل السعودية وليس لديها قرار، لكن دعونا نعول عليها قليلا وتنتهز الفرصة والواقع الدولي الجديد الذي بدأ يتشكل الآن على مستوى العالم وأيضا على مستوى الإقليم. يعني اليمن يمكن أن تتقدم بمشروع وخطة المملكة العربية السعودية خارطة الطريق كما قلنا سابقا، يعني رابح يعني نرى ما هي مخاوف المملكة العربية السعودية ودول الإقليم والعالم أيضا إزاء اليمن، ونقوم أيضا بتقديم خطة لعمل نوع من التأطير السياسي والقانوني لتدخل التحالف في داخل اليمن. يعني مثلا فيما يتعلق بهموم
المملكة العربية السعودية ودول الإقليم بأن هناك البديل، يعني هناك تخوف كبير. محمد بن سلمان قبل في مناسبتين في لقاءين سابقين قال بأنه بالإمكان دخول صنعاء وحسم الحرب خلال أسبوع، لكن يعني هو تعذر بأسباب إنسانية، لكن الحقيقة هو ليس هذا السبب الرئيسي. السبب الرئيسي أن هناك تخوف من الإقليم بأن البديل، هناك بديل مسيطر على الشرعية، وهو البديل هذا متمثل بحزب الإصلاح الذي محسوب إقليميا على جماعة الإخوان المسلمين، وبالتالي الحكومة الشرعية الآن أن تتقدم بخطة، أن تتفق مع حزب الإصلاح، تنظم البيت الداخلي وتتقدم بخطة بتصور معين لدول التحالف، تقول لهم بأنه سيكون هناك تغيير على 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 غرار ما حصل سابقا، وهو تغيير كان جيد في تعيين رئيس الوزراء السابق الذي يعني ليس محسوبا على أطراف تثير مخاوف، تخيف مخاوف دول التحالف، فعليها أن تقوم بتغييرات جمهورية أيضا في داخل بنية الجيش، في المؤسسات السيادية التي السيادية للدولة اليمنية، بحيث تكون هذه التغييرات غير محسوبة على طرف إقليمي معين، قطر، تركيا، إيران، هذه التي تسبب بعض المخاوف للسعودية. يجب يعني في الأخير هذا واقع جغرافي وتاريخي، السعودية والإمارات يجب أن يكون هناك نوع من التفاوض، ويجب أن تقتنع حزب الإصلاح بأن يكون هناك نوع من التنازل، ويجب على الحكومة اليمنية أن تحاول إقناع التحالف بأن سيكون هناك تغييرات جوهرية في بنية الجيش، يكون هناك جيش وطني الذي سيقوم بعد ذلك بأخذ زمام الأمور على واقع الأرض. إذن التأطير السياسي والقانوني يجب أن يمضي في هذا الاتجاه، محور المحور السياسي والعسكري، ونعني به يعني مضامين هذا التأطير، أن يكون العسكري أن يتم إدارته بشكل كامل من الحكومة اليمنية، غرفة العمليات يجب أن تكون بإشراف مباشر من الجيش اليمني، الطلعات الجوية يجب أن تكون تحت إشراف مباشر من الجيش الوطني اليمني الذي سيعد يعني هيكلته كما أشرنا. أيضا يجب وفق هذا التصور المقترح يجب أن لا يكون هناك أي تشكيلات موازية، ميليشيا موازية للجيش اليمني. نحن مقبلون الآن خلال شهرين إلى تقرير لجنة خبراء مجلس تقرير لجنة خبراء الأمم المتحدة. خلال شهرين العام الماضي كان هناك في هذا التقرير كان هناك نوع من الإدانة للتشكيلات الموازية التي كانت موجودة في عدن. السنة هذه هناك تشكيلات موازية في الساحل الغربي، سيكون هناك تقرير سيشكل أيضا ضغط آخر على الحكومة اليمنية لإثبات فشلها، لتعزيز فكرة أنها فاشلة دوليا، وسيكون هيك أيضا وسيشكل هذا التقرير المتوقع أن يصدر في ديسمبر القادم ضغطا آخر على دول التحالف. إنسانيا أيضا يجب أن تقدم الحكومة اليمنية نوع من التأطير للعملية الإنسانية ولحل المأساة الإنسانية التي تشغل بال العالم أكثر من أي اختلافات سياسية. بمعنى عندما تريد الحكومه اليمنيه اذا ارادت ان تقدم على اي معركه في داخل مثلا المحافظات الحديده، يجب عليها ان تكون هناك بدائل، يجب عليها ان تشغل ميناء المخا، يجب ان تشغل بشكل كامل ميناء عدن، يجب ان يكون هناك خطط بديله لاقامه كمبات ومعسكرات للاجئين، لان مخاوف الامم المتحده ليس صحيح انهم يقفون ضد تحرير الحديده وتحرير المناطق، هم لديهم مخاوف انسانيه، وقد راينا بعيننا انه 500 الف شخص نازحين من محافظة الحديدة، الحكومة الشرعية أن تمنع الاعتدادات على هؤلاء النازحين حينما ذهبوا إلى داخل عدن. إذن هناك مخاوف كبيرة، يجب أن تؤطر هذه المخاوف ومخاطبة دول التحالف والعالم، أيضا حوار داخل الحكومة، تقديم خطة كاملة لترتيب الوضع الداخلي في داخل اليمن بناء على المتغيرات الجديدة في الواقع الدولي. نعم، إذن دكتور عادل، يعني هناك من يتساءل هل يعني خف حماس تحالف دعم الشرعية لي يعني عن معركة استعادة الدولة، أم أن الملفات التي تفتح تلو الأخرى في داخل الدول المشتركة في التحالف هي من تعوق استمرار استعادة الشرعية، رغم أن يعني الفترة السابقة التي طالت فيها أمد الحرب لم نجد تحرك فعلي في الآونة الأخيرة؟ في الحقيقة يعني الآن يعني الأمور واضحة للمتابع اليمني، حتى راعي القنم يدرك الآن أن التحالف لم يأتي لاستعادة الدولة، التحالف جاء بأجندات وهي الآن واضحة كالجبال، يعني في الساحل الجنوبية هناك مشروع احتلال للأرض اليمنية، وهذا الآن الصرخاء يعني الاحتجاجات مستمرة في المهرة، وكانت هناك سقطرة، والآن هناك ميليشيات تتبجح بشكل مباشر بإعلان الاستقلال والسيطرة أيضا على المؤسسات
في ظل أيضا تغطية كاملة من دول التحالف. أين الاستعادة الدولة؟ الأرض التي استعيدت ابتلعتها دول التحالف وميليشياتها على الأرض، وبالتالي أعتقد أن الشرعية هي مثلها مثل الانقلاب، لا دول التحالف مثلها مثل الانقلاب في الشمال، لا تعترف بالشرعية، لا تعترف بحقها في الوجود في الداخل، من تعترف في دول بحقها في المنفى وأيضا في المحافل الدولية كورقة تستخدمها أيضا لتغطية مشاريعها في اليمن، أما حقها في الداخل غير مقبول وغير ومرفوض تماما من قبل دول التحالف، وعملت وعمدت خلال هذه الفترة على انتزاعها من الداخل، وهذا واضح الآن من خلال تخلق هذه الكيانات والأجندات الموجودة على الأرض. ولهذا نحن نشعر أن المشكلة الأساسية قدر المشكلة في اليمن، الأولوية الآن هي في التحالف، أنستنا هم الانقلاب من خلال هذا التغول في النسيج الاجتماعي والاقتصادي والأمني، من خلال هذه الفوضى العارمة التي يعني بعثرت قوى اليمنيين وأدركت اليمن في ظل يعني أشعلت محارك كبيرة جدا أكلت الاقتصاد وأمنه وأيضا يعني مستقبله. وبالتالي أعتقد أنه هنا المشكلة، ومن هنا نحن نتطلع يعني إلى دور كبير بإمكان الشرعية أن تلعبه في قادم الأيام إذا ما اهتزت هذه الصورة لدول التحالف وتهشمت في المجتمع الدولي، لأن المجتمع الدولي كان هو يوفر هذه الغطاء لدول التحالف وتحديدا للإمارات والمملكة العربية السعودية في المضي للأمام. أعتقد أنه هذا هناك متغيرات على مستوى المجتمع الدولي، وسحب هذه التغطية تماما وتحولت إلى النقيض، وهي الآن تواجه قمع الآل سعود، وبالتالي هذه الجزئية هي التي ستمثل بارقة أمل للشعب اليمني وللشرعية التي ضغطت بشكل مستمر خلال وأنهي دورها خلال الثلاث سنوات. لكن السابقة يعني طوال ما ينهى دورها، وكنا نتحدث ربما أكثر من مرة ما الذي يحدث في عدن، ما الذي يحدث للتحالف، لم نجد أن الحكومة أخذت الموضوع بشكل جدي، على العكس كلما تحدث الإعلام خرجت الحكومة وتقول هي مجرد هرطقات إعلامية ونشكر التحالف ونشكر الإمارات، يعني وكأنها لم تستشعر الخطر بعد. لا، الشرعية تصرفت في ظل الممكن. أنا لا أدافع عن الشرعية، هناك أخطاء وقصور كثير، لكن نحن نتعامل الآن مع دول بوليسية قمعية. العالم الآن يعني تتكشف حقائق هؤلاء الناس، يعني كيف يتعامل مع المعارضين، كيف يتعامل مع المختلفين. الشرعية في الإقامة الجبرية في الرياض أعتقد أنها تتعرض لتهديد كما يتعرض لها المعارضين السعوديين، وبالتالي هي أمام وضع يعني صعب جدا للغاية، هامش القدرة على الحركة يعني محدودة. الشرعية ذهبت استنقذت بالتحالف على أمل أنه سينقذها من الانقلاب، فإذا به أيضا يدخل بأجندات خطيرة في ساحتها. الشرعية لا حول لها ولا قوة، ذهب هادي بمفرده للمملكة العربية السعودية ودخلوا بجيوشهم وبأموالهم وثرواتهم وانشأوا يعني أجندات خطيرة في ساحة الشرعية. ما هو المتاح لدى الشرعية؟ أن تقارع الانقلاب في الشمال، وأيضا هذه الدول الكبيرة القمعية الشمولية التي دخلت أيضا يعني وفق أيضا غطاء دولي كبير في الساحل اليمنية. الإشكالية كان في الغطاء الدولي، الآن الغطاء الدولي على يعني مر بتراكمات كبيرة جدا نتيجة للفشل في إدارة الحرب في اليمن، والآن بهذه القضية هناك تحول، هذا التحول هو الذي سيمكن الشرعية من ممارسة دورها في الداخل، خاصة وأن الشرعية تمتلك قلنا أوراق كثيرة جدا من هالورقة الدولية، المرجعيات، وأيضا لديها حاضنة ولديها قوة على الأرض. كل هذه الهياكل عطلت بفعل التحالف، رفع يد التحالف سينعش هذه الهياكل والأدوات، وستعود المياه إلى مجاري أيضا الشرعية، ستستطيع أيضا أن تلعب دورا في قادم الأيام. نعم، إذن اسمح لي دكتور عادل وأنت أستاذ فؤاد بأن ينضم معنا الأستاذ عبد الهادي العزازي وكيل وزارة الثقافة من عدن. مساء الخير أستاذ عبد الهادي. يا مساء النور، اهلا بك استاذ عبد الهادي. واود ان اسالك برايك، اين تجد الحكومه نفسها في معركه استعاده الدوله؟ هل لا تزال هذه قضيتها الاساسيه؟ عمليا يفترض ان تكون قضيتها الاساسيه، وهي ما زالت قضيتها الاساسيه، لكن هنالك ضعف كبير في اداء الحكومه وامكانياتها. الحكومة في حالة انعزالها عن التحالف لا أعتقد أنها تستطيع أن تقوم بهذه المهمة بمفردها في الوقت الحالي، هي قد تحتاج فترة محددة أشبه بفترة انتقالية لترتيب أوراقها لإعادة تمكنها على الأرض،
لإعادة حتى بناء علاقاتها الدولية مع المحيط ومع العالم. فرأت الشرقية في هذه الحالة بحاجة ماسة إلى التحالف، وبالعكس التحالف حقق لها إنجازات كبيرة. نعم، لكن اسمح لي استاذ عبد الهادي، كيف ما زالت هذه قضيتها الاساسيه ونحن نتحدث عن 4 سنوات لم تستطع الحكومه ان تبني جيش متكامل، لم تستطع ان تقنع نفسها بشرعيتها ولو على كيلومتر مربع واحد، يعني حتى الان يعني معركه استعاده الدوله الحقيقيه لم تؤتي اكلها، يعني عمليا 4 سنوات هي ذهبت للاسف الشديد يعني باليمنيين نحو الهاوية لا إلى بر الأمان. الحكومة إلى الآن هذا دورها الأساسي، وهي المفترض أن تعلن إن كانت عاجزة عن القيام بدورها ممثلة في الرئاسة ورئاسة الوزراء والمؤسسات الأخرى. على الحكومة أولا أن تتخذ قرارا جريئا وقويا بالعودة إلى الداخل، هذا القرار الأول. عليها أن لا تتحول إلى مجرد لاجئ، هذه حكومة لها شعب لها أرض، عليها أن تقوم بمهامها هي أولا، وفي حالة ما تصطدم بأي معوقات عليها أن تكون صريحة مع الشعب والشارع، إن كانت المعوقة الداخلية أو معوقة خارجية عليها أن تتفوه بها وتمتلك الشجاعة وتتكلم بشكل رسمي. الحكومة مع الأسف الشديد إلى الآن لم تثبت نفسها لا بمكاتب فنية لا بأدوات سيطرة. الوزير الوحيد تقريبا الذي لا زال صامدا من الحكومة منذ تعيينه إلى اليوم هو وزير الداخلية، ولا زال يعمل ومتواجد على الأرض وقادر على الحركة بشكل كبير. مع الأسف الشديد أن الغالبية من الوزراء والوكلاء والنواب وأيضا المستشارين وغيرهم ما الجدوى من بقاء هذا العدد الكبير مثلا في الرياض؟ لماذا لا يرجع هؤلاء إلى الداخل؟ لماذا لا تغامر الحكومة بالوجود والبقاء في حالة ما إذا تعرضت لأي مضايقات سواء من قوى داخلية أو قوى خارجية؟ هناك حاضنة شعبية، هذه الحاضنة قادرة على أن توفر لها الأمان. إذا لم تكن مدينة من المدن في المناطق المحررة مثلا كالعاصمة عدن مثلا في هذه الحالة قادرة على استيعابها، هناك محافظات أخرى حضرموت مارب سعيد عبيان النهرة، هناك أكثر من مكان يمكن للحكومة أن تتخذه مقرا وتبدأ الحركة وتتوزع بشكل عام على شكل كثيرات في هذه المناطق. تبدأ بإنشاء المكاتب الفنية باستعادة ما بقى من الوحدات في صنعاء من هياكل الوزارات من الهيئات من المؤسسات، تستعيدها أولا كأفراد ثم تبدأ العملية نفسها. تستطيع الحكومة لو أرادت وتوفرت الإرادة الحقة لدى الحكومة لعمل شيء، تستطيع عمل شيء لأنها إلى الآن لم تقترح. نعم، إذن يعني برأيك هل تجد أن العلاقة بين التحالف والشرعية بوضعها الراهن ما زالت يعني تصب في مصلحة استعادة الدولة اليمنية وإسقاط الانقلاب؟ عمليا ما هو ظاهر لنا من الإعلام ومن الأداء العام أن التحالف لا زال جادا في معركته وإن كان بطيئا. هناك فرق بين الجدية والبطء، هو بطيء في سير المعارك، يتعرض لضغوط دولية، يتعرض لمختلف أدوات الكبح والضغط الكبيرة، لكن الحكومة نفسها يتحرك كان منها الأخ رئيس الوزراء ومجموعة محدودة من الوزراء، هنالك عددا من الوزراء لم يصلوا إلى عدن إطلاقا منذ تعيينهم في ظل فترة رئيس الوزراء السابق، وهذا أيضا في حق الأشخاص وفي حق الحكومة. الحكومة لا زالت لا تمتلك مكاتب فنية، لا المكاتب الفنية السيادية ولا المكاتب الفنية التابعة للوزارات. لا توجد إلى اليوم ما يمكن أن نسميه حكومة فعلية على الأرض سوى مكاتب بعض الوزارات تأتي على رأسها وزارة الداخلية ومكاتب هيئة الأركان وقيادة الجيش. هذه فقط المتواجدة حيث تتواجد المناطق العسكرية وقياداتها، هذه القيادات إلى أن تتواجد بشكل أساسي. أنا ألحظه في عدن وجود القيادة العسكرية بكامل أعتادها، وجود القيادة الأمنية ممثلة بوزارة الداخلية وبقية الهيئات، لكن إلى اليوم يعني لا زالت المسألة بعيدة. لا نعرف، أنا شخصيا وأنا وكيل في الحكومة لا أعرف من وزير المالية.
يعني عمليا هو وزراء الناس لا تعرفهم. انا اتكلم كوكيل وزاره، يعني في هذه الحاله يجب ان تبدا الوزارات بمشاركه الفنيه بتشكيل القطاعات بالعمل بالتواصل مع الخارج، ان تكون لديها خطه واضحه، خطه انجاز لثلاثة أشهر، يعني للفصل الأول الثاني الثالث الرابع من السنة. الحكومة لا زالت بعد 4 سنوات من الحرب تناقش خطة استجابة للمساعدة الإنسانية. هذه تقصير في أداء الحكومة وعملها. على الإخوة في الحكومة مع الأسف الشديد أن يعوا المسؤولية الملقاة على عاتقهم وأن لا يتحولوا إلى مجرد لاجئين. ما تمارسه الآن، ما نتفائل به ان يكون رئيس الوزراء الدكتور عمر عبد الملك اكثر حسنا في هذه المساله. هو شاب شجاع، وانا متاكد انه سوف ينزل على الارض، وبالتالي على الجميع ان يلحق به، ومن لم يعد الى الارض يمكن الاستغناء عنه. يجب ان تكون هناك محاوله قويه وجاده لنقل من المؤسسات والهيئات في صنعاء في العاصمة المحتلة من قبل الانقلاب، يجب نقلها. وعلى الأمم المتحدة التعامل مع هؤلاء كلاجئين وعليها تغطيتهم، هذه مهامها وهي تصدرت المسألة والبلد تحت الفصل السابع. هناك التزامات إلى اليوم لم تستطع الحكومة أن تفرض على المنظمة الدولية نقل مكاسبها إلى البلد، وبالتالي هناك تخاذل. أنا أقول هذا الكلام، هناك تخاذل حقيقي من القيام بأداء الدور. إلى فترة قريبة لم يكن هنالك وزير الدفاع، ولا وجرى في فترة قريبة جدا تعيين قائم بعمل وزير الدفاع. نحن في حرب، هل يتوقع أن السلطة لا تعين وزير الدفاع؟ لا توجد غرفة عملية مشتركة على مستوى كل محافظة وكل قيادة. هذه مسائل يجب أن نخوض بها بدرجة تفصيلية دقيقة. علينا أن لا نكيل الاتهامات بشكل كامل. إلى اليوم الطيران ما زال مغطي، لا زال التحالف يقدم مساعدات يقدم غيره. نسمع عن ملايين السلال، آلية التنزل، هذه مسؤولية الحكومة ليست مسؤولية التحالف. نعم، إذن شكرا جزيلا لك أستاذ عبد الهادي العزازي وكيل وزارة الثقافة، كنت معنا عبر الهاتف من عدن. نعود إليك أستاذ فؤاد. أستاذ فؤاد، هل تجد أن الشرعية تتحمل جزءا من المسؤولية عن تراجع الدعم الإقليمي والدولي أيضا لمشروع سعادة الدولة اليمنية وإسقاط الانقلاب؟ بالطبع مؤكد، لأنه كما أشرنا سابقا أن الحكومة اليمنية وضعت كل رهاناتها في دولاب السياسة السعودية، والسياسة السعودية وضعت كل دولابها أيضا على الغطاء الأمريكي والغطاء الغربي، وهذا الغطاء الآن بدأ ينزح قليلا عن السعودية، وبالتأكيد سينزح أيضا كنتيجة لاحقة الغطاء السعودي عن ما هو موجود في اليمن. والحكومة اليمنية هي تغامر وتقامر بشكل كبير بوضع الملف بوضعية غير مأمونة وغير مدروسة، وبالتالي من هنا تأتي مطالبتنا أنه للحكومة اليمنية، أنه يعني إذا لم يكن لديك مشروع ستكون جزء من مشروع الآخرين. يعني الطبيعة تكره الفراغ، وبالتالي يجب على الحكومة اليمنية أن لا تنتظر المتوقع، أن تقرأ، أن تلتقط اللحظة التاريخية الآن التي تمر فيها المنطقة والدولة المجاورة، ليس من باب الكيد في السعودية ولا مسار الحقوق والحريات، هذه ليس لنا دخل فيها. نحن نتحدث، نحن نعرف وضعنا، لنكون واقعيين قليلا يعني في هذا الاتجاه، وتخفيض نسبة الخطاب، ويعني لا نتدخل في الشؤون الداخلية للجوار، لكن على آثارها التي قد تنعكس علينا. يعني الآن مثلا الغطاء الدولي لن يبقى هناك، السعودية لن يكون لديها الآن شيك على بياض كما كان سابقا. المؤسسات الدولية الكبرى، الأمم المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا، لن تعطي نفس الغطاء للمملكة العربية السعودية اللي تستمر بنفس السياسة السابقة إزاء الوضع اليمني. وبالتالي ماذا سنفعل مثلا الآن إذا أعضاء مجلس الأمن دعوا إلى مسألة مثلا قرار وقف إطلاق النار؟ ما هي الخطة؟ يعني هل فكرت الحكومة، هل تفكر للمستقبل؟ يعني وقف إطلاق النار يعني خلاص كل واحد يبقى في مكانه، الأطراف المتصارعة كل واحد يحتفظ بحق السلاح، نبحث عن اتفاقية طائف جديدة، وبالتالي يتحقق أصلا الهدف الأساسي الذي كانت يبحث عليه الحوثي وإيران، عن طريق إبقاء السلاح لدى جماعة متمردة ضد الدولة، وحزب الله نسخة أخرى في داخل اليمن. هذا أحد السيناريوهات، هل فكرت فيه الدولة؟ طيب هل فكرت الدولة والحكومة اليمنية أنه ربما يعني عدم وجود لها خطة قد مثلا يؤدي بشكل أو من الأشكال إلى أن تنسحب المملكة العربية السعودية والتحالف بشكل مفاجئ؟ هل عندها تصور يعني إذا انسحبت بشكل مفاجئ؟ طيب هل لدينا مؤسسات سيادية؟
نعم كل مكان، سنكون إزاء نموذج صومالي آخر في داخل اليمن. وبالتالي على الحكومة اليمنية أن تلتقط هذه اللحظة وأن تحاول أن تقنع دول. نعم، ماذا عن دور القوى السياسية؟ هل بمقدورها مصلحات الطرفين؟ نعم القوى. نعم، ماذا عن دور القوى السياسية؟ هل بمقدورها، يعني المؤيدة طبعا للشرعية، هل بمقدورها؟ نعم القوى السياسية. نعم لا أدري، هل استمعت إلي أستاذ فؤاد؟ نعم القوى السياسية يجب نعم تسمعون الآن؟ نعم تفضل. تسمعون؟ نعم القوى السياسية كما أشرنا سابقا يجب أن يعني في الأخير الحكومة الشرعية هي هي عبارة عن توافق هذه القوى السياسية في الحكومة يعني، لكن أيضا القوى السياسية الرئيسية يجب أيضا أن تساعد الحكومة الشرعية أن تساهم في أن تدفع الحكومة إلى القيام بشكل هذا التأطير السياسي للعلاقة مع دول التحالف على ضوء المعطيات الجديدة، بحيث أن يعني الضغط الدولي الكبير الذي الآن الذي تتعرض له السعودية تكون المسألة اليمنية تكون جزء من أحياء المخارج، يعني تحاول أن تحسن، تقول للمملكة العربية السعودية يجب أن تحسنوا صورتكم عن طريق الملف اليمني، عن طريق تمكين الحكومة من الأرض، تمكينها من الملف الاقتصادي، تمكينها من الموارد، من تصدير الغاز، وبالتالي تخفيف مستوى النقد الدولي الذي تتعرض له السعودية. أيضا حزب الإصلاح مثلا يجب أن يقدم أيضا نوع من التنازل، بحيث أنه يتم إعادة صياغة الجيش الوطني الذي تم يعني بداية تشكيله في داخل مأرب وفي داخل تعز، كان هناك شكوك كثيرة من الدول المجاورة بأنه يتبع فصيل سياسي معين، يجب أن يتم إعادة هيكلة هذا الجيش وفقا لأسس هرمية عسكرية ومهنية بحتة، بعيدا عن أي تقاسم حزبي. لا يجب أن يكون المؤتمر جيش في داخل الساحل الغربي، لا يجب أن يكون الحراك الجنوبي جيش في داخل الجنوب، لا يجب أن يكون الإصلاح ميليشيات في داخل مأرب وفي داخل تعز، يجب أن يكون هناك جيش وطني، وهذا أيضا لمصلحة الحكومة ولمصلحة قضيتنا بشكل عام. نعم، إذن شكرا جزيلا لك أستاذ فؤاد عامر، كنت معنا عبر سكايب، الباحث في القانون الدولي من فرنسا. عودة أخيرة لك دكتور عادل. دكتور عادل، يعني هل يمكن للقوى السياسية فعلا كما تحدث الأستاذ فؤاد دعم الشرعية من خلال تقديم تنازلات معينة، من خلال يعني التخفض من الارتباط بالسعودية، إعادة بناء قرارها بمعزل عن التبعية والارتهان؟ أنا أختلف تماما مع هذا الطرح، على اعتبار أنه قلنا دور التحالف الطاغي في اليمن لا يسمح بأي اجتماع حتى لمكونات من خارج الأحزاب، فيعني هناك يعني قصف حتى وحدات داخل الجيش إذا تحركت، هناك استهداف لكثير من القيادات قتلت عمدا من قبل طيران التحالف. الآن التقارير تكشف فضائح كثيرة جدا على مستوى استئجار، يعني الإمارات يعني استأجرت مع فرقة القتل في عدن، يعني هناك قيادات أمنية وحزبية تقتل بشكل مستمر، هذه صورة مروعة للشرعية والتحالف. لا أحد يجرؤ أن يتجاوز خطوط التحالف في اليمن، لا الشرعية دولة مشرور وقرارها مسلوب وهي في الإقامة الجبرية. يجب أن نكون موضوعين، يجب أن لا نحمل الشرعية فوق طاقتها والقوى الحزبية. هناك احتلال قاتم على اليمن ولديهم. ما الذي عليها عمله حتى تتخفف من هذا الضغط والارتهان الذي يراه الغير بوضعها الحالي؟ هو في الحقيقة كان قدرتها على البناء أو على المقاومة أكبر يعني من أقل من إمكانات التحالف على الهدم. التحالف لديه إمكانات ديوال كبيرة ولديه أيضا تغطية دولية، وبالتالي عمل على تدمير وتحطيم كل هذه الأطر، وبالتالي لم يسمح للتنفس داخل الساعة اليمنية. الساعة اليمنية أصبحت امتداد للواقع السعودي، هناك كبت وهناك قمع في الداخل اليمني بشكل كبير، وبالتالي أعتقد أن هذه الفرصة، العمل يبدأ من الآن، هذه اللحظة التاريخية التي تستطيع القوى السياسية أن تكون موقف، أن تبلور أيضا رؤية، وأيضا الحكومة أن تستوعب هذه اللحظة التاريخية وتبدأ انطلاقا من هذه اللحظة التي تنهار فيها قبضة يعني
قوى نفوذ التحالف في السيطرة والهيمنة والاستحواذ أيضا على مقدرات وموارد البلد وعلى أيضا القرار السياسي والسيادي في الداخل اليمني. أعتقد أنه يعني الفرصة تأتي من هنا أمام هذه القوى. أعتقد أنه ستبدأ من هنا هذه النفحات الآن تتكون وتتجمع في اتجاه تشكيل رؤية وطنية جامعة. أعتقد أنه لدينا رؤية، لدينا أيضا مخرجات حوار وطني، ولدينا قلنا حاضنة، ولدينا قرار دولي، ولدينا مرجعيات كبيرة جدا. كل من يعني كل هذه عطلت بفعل دول التحالف. تراخي وتراجع دول التحالف سيسمح لهذه القوى للعودة من جديد وملء الفراغ الذي أفرغ عمدا من قبل هذه الدول. نعم، إذن شكرا جزيلا لك دكتور عادل المصري الباحث في العلاقات الدولية، كنت معنا في هذه الحلقة من المساء اليمني. الشكر لمتابعتكم مشاهدينا الكرام، إلى أن نلتقيكم في مساء يمني جديد. كونوا برعاية الله وأمنه.